ضمن برنامج الوعي السياسي 2 نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية بعنوان دور الإعلام في مختلف المتغيرات، والتي قدمها مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام الدكتور يوسف محمد إسماعيل. وقد تناولت المحاضرة عدة محاور، منها تاريخ وسائل الإعلام في البحرين ودورها ووظائفها والابتكار العالمي والإعلام والأزمات. ويتضمن البرنامج عددا من المحاضرات التوعوية متعددة المحاور موجهة لكافة شرائح المجتمع، تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بالمتغيرات الوطنية في مختلف الظروف وتعزيز مدركات الأفراد بالثقافة السياسية بجميع جوانبها. يهدف هذا البرنامج إلى التعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والحقوق والواجبات كأساس للتطوير والتنمية، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البناء، تماشيا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. سعدت اليوم بتقديم محاضرة ضمن برنامج الوعي السياسي 2 من معهد التنمية السياسية، وكانت تتكلم عن موضوع الإعلام في ظل المتغيرات. كما يعلم الجميع بأن دور الإعلام الآن دور مهم أصبح. تناولت في هذه المحاضرة موضوع تعريف الإعلام وأهمية الإعلام ودور الإعلام وآليات الإعلام، وأيضا تكلمت عن الأزمات والإعلام والإعلام في ظل المتغيرات اللي احنا قاعدين نشوفها، بالإضافة إلى أن تكلمت بشكل مسهب بموضوع هل إن احنا مستهدفين من الإعلام، شنو اللي بيأثر فينا في الإعلام، وما هي آليات التعامل مع الإعلام بشكل عام. شكرا لمن تفاعل معنا في هذه الندوة، وشكرا لمعهد التنمية السياسية على تحت هذه الفرصة، واتمنى التوفيق للجميع.